السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخوان الأخوات، مرة أخرى يعود معنا ونعود معه والحول والعود أحمد سي عبد المجيد تبون الذي تم انتخابه مرة أخرى بذكر الرقم الخيالي، الرقم السحري اللي كاين جميع دول الديمقراطيات العربية، حيت الديمقراطيات العربية ديما فيها فوق 90%. المهم هذا شأن داخلي لا يهمنا، ولكن ما يهمنا نحن وما يربطنا بالقوم رغم أنفنا. سي عبد المجيد مرة أخرى يعود إلى عادتها القديمة، مرة أخرى سي عبد المجيد يعود إلى هذوك الجلسات ديالو، الجلسات ديال السوق اللي خصهم غير برداتي وشي زلاك ديال الشفنج، نفس الشوشع، نفس الخطاب، خروج عن النص، خروج عن 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 عن, 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 عن كل شيء. نستمعوا لهذا الفيديو القصير، ما كنبغيش ناخذ فيديوهات لانهم كيأثروا لنا على القناه، فيديو خفيف ظريف ونعاود نرجعوا نكملوا مع السي عبد المجيد تبون. الحكم الذاتي بينما الملف راه في لجنة تصفية الاستعمار تاع مجلس الأمن اللي نتعرض فيها. كما قلت السي عبد المجيد يعود مرة أخرى في تلك الجلسات التي في الحقيقة تذكرني والله العظيم الإخوان، وأنا أستمع إليه لأن واحد الأخت بعثت لي هذاك التسجيل ديال ذاك اللقاء الصحفي ديالو، سوا ديزون اللقاء الصحفي مع هذوك الناس، والله وأنا أستمع إليه لأن وكأنني في لايف على في تيك توك ولا في اليوتيوب ولا نفس المنطق، نفس اللغه، نفس الكومبورتمون اللي كنسمعوه وكنحسوا به وكنشوفوه مواقع التواصل الاجتماعي ديال اي جزائري من داك النوع اللي كيطلعوا عندنا في مواقع التواصل الاجتماعي. صراحه في الحقيقه لا يتميز عنهم، ليست هناك شيء يميزه هو اللي يخليك تعتبره رئيس جمهوريه، يعني نفس الشوشعه، نفس التشوشيع، نفس الفكره، نفس اللغه، نفس العنجهيه، امبلسيف، ناس صداميين، هضره الناس على فرنسا، ندير نفعل نقطع. بصراحه سبحان الله ما كايناش لا لغه دبلوماسيه ولا ما كتحش بانك امام رئيس دوله شاف ديتا، وحنا كنعرفوا كيفاش كيتكلموا رؤساء الدول، صراحه لا علاقه. واقول وكاننا امام شخص يتحدث مواقع التواصل الاجتماعي، لا فرق، نفس اللغه، نفس المفاهيم، نفس السطحيه. كاين ملي كتسمع رئيس دوله يتحدث كتحس بكثير من كتحس بالعمق، بعد النظر، بلاساجيس، يعني الرزانه والتقاله، فهم للواقع، وجود تصورات للمستقبل، لا شيء. كأن بوعلان ولا شي طالع معك في شي لايف، نفس المنطق، نفس اللغه، نفس سبحان الله، كانهم على قلبي رجل واحد. نعطيكم دابا مثال، مثلا حنا مغاربه كنتناقشوا معاهم في مواقع التواصل الاجتماعي، سواء كنا مثقفين او ناس عاديين، ولكن ملي كيجي مثلا يتحدث رئيس الدوله ديالنا اللي هو جلاله الملك او رئيس الدبلوماسيه، كتلقى هذا شيء من الفرق، فرق لان هذاك مسؤول، يعني الملك رئيس الدوله او رئيس الحكومه او رئيس برلمان او وزير خارجيه، ممثل، كتلقى واحد النوع من الفرق تميز به، تقول هذا مسؤول وهذا انسان ليس عليه اي مسؤوليه. هما نفس المنطق، نفس العقليه، من الرئيس لاي شخص يقول اخطر من هذا. وانا اتابع كثيرا اللقاءات او النقاشات اللي كتكون بين المغاربه والجزائريين على مستوى القنوات الدوليه، حتى هؤلاء الذين يعتبرونهم مثقفين ويدفعون بهم للترافع عن التخربيق ديالهم، نفس العقليه، نفس المنطق، وما كاينش عمق. ناس حافظه يعني بلعه وكتجي حاشا وجهها كتبقى تقيه، يعني ما فيهاش اش كيقول. واحد سولو قال لي جمهورية الريف، قال لي راه الجزائر
غير ما بغاش تعترف بجمهوريه الريف. جمهوريه الريف كانت قال لي الاخر ملي دارت جمهوريه الريف 1921 ما كنتيش انت دوله. لسه ما شاداش ما فهماش دوك وايل ساجي ما بغا حفظ. وهذا كما قلت لكم الاخوان ينطبق على السيد الرئيس بحاله بحاله. هانتوما سمعتوا شنو قال؟ قال لك تصفيه الاستعمار في اللجنه او اللجنه الرابعه في مجلس الامن. يعني اي طالب في كليه حقوق في العلاقات الدوليه كيعرف الفرق بين مجلس الامن والجمعيه العامه. وعارف ميثاق الامم المتحده ديال 1945 والفصول ديالو والاختصاصات ديال كل هيئه، الجمعيه العامه، اللجان الدائمه، مجلس الامن، وشنو هي المواد داخل القانون داخل ميثاق الامم المتحده التي تؤثر عمل كل مؤسسه. وهذا الخطا راه كيرتكبوا ديما. راه قال لي السي استاذنا السي الدكتور المحترم السي نعوم قال لي انت دائما ترتكب نفس الخطا. هذا الاخوان دليل على اشنو؟ وهذا الشيء راه ماشي عند تبون، عند كلهم، اقول كلهم، كل من يتدخل ويحشر انفه في قضيه الصحراء المغربيه كلهم يتحدثون بنفس المنطق بما فيهم الدبلوماسيين ديالهم وزراء خارجيتهم وسفرائهم، ولا شي واحد فيهم ضابط الملف لا من الناحيه القانونيه ولا من الناحيه التاريخيه ولا من الناحيه المعرفيه بشكل عام. كلهم داخلين هذا الملف ديال الصحراء المغربيه في الصنطيحه. ما يميز بين مجلس الامن ولا بين الجمعيه العامه ولا اللجان الدائمه ديال الامم المتحده ولا كيف فيكوا الجزائري. اظن واقيلا حتى على مستوى كل ما يقوم به تقوم به الامم المتحده ما فاهمين والو. مع العلم ان السيد الرئيس وانت رئيس دوله حتى الا ما عندكش نصيفطوهم لك حنا من عندنا، يجيب واحد يقريك اصاحبي، راه ماشي عيب. افوستان شيف ديتا ماشي عيب تجيب واحد يقريك ميثاق الامم المتحده واليات اشتغال الامم المتحده وتميز بين الجمعيه العامه ومجلس الامن واللجان الدائمه. سهل. وحتى اللجان المؤقته او قوات المينورسو، عفوا قوات حفظ السلام، كل الاليات التي يشتغل بها، او اللجان ديال تقصي الحقائق، كل الاليات التي يشتغل بها حتى المستوى القضائي، محكمه العدل الدوليه والدور ديالها، يعني مجموعه ديال الاليات اللي كيشتغل بها المنتظم الدولي. سهله. اي واحد الانسان يقريك ويعطيك بعدا غير الخطوط العريضه، تعرف دوك وايل ساجي كيف يكوا. يعني كل مره وهادشي راه ماشي هو اللي كيديروا، كيديروا كلهم. لانهم في المحصله الاخوان ما مقتنعينش بالملف. حيت تيكون مقتنع بشي ملف تيكون ضابطه. قضيه الصحراء المغربيه بالنسبه لهم ليست قضيه لا تحرير شعوب ولا تقرير مصير ولا اي شيء، هي بالنسبه للعسكر مشروع لسرقه ارزاق الشعب الجزائري، وبالنسبه للدوله الجزائريه هو ابتزاز ديال المغرب، وكما قال بوخروبه المقبور حجره في الصباط ديال المغرب، هذا هو كل شيء. وبالنسبه للبوصبه الازرق راه داخلها دخلها في صباطو ما فاهم والو غير زكاره في المغرب وغنان. اما لو كان الانسان يعرف او مقتنع بالملف ستجده يضبط كل الاليات القانونيه والتاريخيه والسياسيه للملف. اذا سي عبد المجيد انا انصحك نصيحه، لا انت ولا من توكلون اليهم الترافع في هذا الملف اللي هو اصلا ماشي ملف ديالكم، سواء كان من المثقفين او من الدبلوماسيين وانت شخصيا وحتى هذا الذباب الذي تبعتوه الينا في مواقع التواصل الاجتماعي، علموهم ماشي مشكل. لان الاشكال في الصراع ليس هو الصراع نفسه، هو حينما يكون العدو الذي امامك غبي، حينما يجتمع الحقد والكراهيه مع الغباء راه كارثه عظمى. مرة أخرى سمحوا لي الإخوان غير حاولت ندردش معكم، وإن شاء الله سغادي نطولوا مع السي عبد المجيد واحد 5 سنوات أخرى من الفكاهة والعبث، كأني بشخص أو كامرأة جالسة في الباكو حاضية الناس في الشارع ودارها مسخة ومعفونة، معنا في الكوزينة قربوا يدودوا فراشها ما مجموعش،
ولادها ما واكلينش وطالع على البالكون كتفتي على الناس وكتفهم على الناس وكتقول لهم حنا شواكر العالم. تبارك الله عليكم.